السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وزير العمل يحمل الباحثين الاجتماعيين مسؤولية أخلاقية ويحدد لهم مهمتين أساسيتين. حمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي الباحثين الاجتماعيين مسؤولية أخلاقية ويحدد لهم مهمتين أساسيتين. وذكر وزارة العمل في بيان أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي افتتح قاعة الاستعلام في قسم حماية المرأة بالأنبار لدى زيارته المحافظة في يوم الخميس، مثنيا على جهود المحافظ والملاكات العاملة في مجلس المحافظة لدعمهم الاستثنائي لأقسام الوزارة. أكد حسب البيان على استمرار جهود الوزارة ومنسوبيها لشمول جميع المستحقين بخدماتهم رغم الإمكانات المحدودة، داعيا جميع المحافظات لتحذو حذو محافظة الأنبار في مساندة جهود الوزارة الرامي إلى توفير الخدمات للفئات الهشة في المجتمع. أضاف خلال لقائه عدد من الباحثين الاجتماعيين أن دورهم يتميز عن باقي العاملين كونهم على تواصل مباشر مع المواطن ويحملون مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية، إذ يقع على عاتقهم تحديد المشمول بالخدمات التي تقدمها الوزارة. أشار إلى أن الشهر الأول من هذا العام شهد إطلاق حملة استرداد لكشف المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، لذا يقع على عاتق الباحثين الاجتماعيين مهمتين أساسيتين، وهما البحث الاجتماعي للمستحقين الفعليين للشمول بخدمات الوزارة والكشف عن المتجاوزين عليها. وأكد سعي الوزارة الجاد لتأمين أجور النقل للباحثين الاجتماعيين، لافتا إلى أنه تم التباحث بهذا الشأن مع لجنة العمل النيابية، وأن الأمر متوقف على تنفيذ وزارة المالية لبنود موازنة 2024-2025. وعد الباحثين باستحصال جميع حقوقهم بما يسهم في تقديم فضل الخدمات للمواطنين.